اتكلموا عن البحث العلمي. واول مره اتكلموا عن البحث كان دايما في الدساتير في 71 تعديلات والدستور بتاع 2012 كان بيتكلموا عن البحث العلمي، فلم ينشا البحث العلمي، الدوله تهتم بالبحث العلمي. عام 19/12 ندوتنا عن المشاركه الايجابيه في الدستور، و بالطبع احنا سعداء جدا بالدستور الجديد لان فيه مواد كتيره بتمثلنا وبتمثل جميع الفئات في الشعب المصري، وطبعا اعطى حريات كتير زي حريه النشر والصحافه، حقوق الموظفين، حتى اللي هي المعاقين اللي ما حدش قبل كده تطرق اليها. الدول الستات لازم يبقى موجود. ليه؟ الدليل على الدستور ده ده هم شككوا في الناس بتاعت 30 يونيو والرياض مش 30 مليون دول 2 مليون. انا هنا في مركز النيل للاعلان الهيئه العامه للسلامات، اتكلمنا عن الدستور وايجابياته وكيفيه المشاركه فيه والمشاركه الايجابيه فيه، واتكلمنا على المواد الخلافيه والحاجات اللي هي الحاجات اللي بتقلق الشارع، الحاجات اللي بتنزل والشقق، والحاجات اللي في نسخ من الدستور نازله مزوره، نازله حاجات مش صحيحه، فاحنا بنحاول نتكلم، بنحاول نديهم يا جماعه نديهم الصيغه الموثقه الحقيقيه الصحيحه، فبنشتغل بيها وربنا يسهل ان شاء الله.